السلام عليكم ورحمة الله. بفرض لدينا ملفي إكسل أو ورقتي إكسل ضمن ذات الملف ونود مقارنتهما معا. سنستعرض لفعل ذلك ثلاث طرق مختلفة، الثالثة هي الأكثر فعالية وسهولة، لكن دعونا نبدأ بالطريقة الأولى. السيناريو هنا أن تكون الورقتين ضمن ذات الملف. اذهب إلى تبويب عرض، مجموعة نافذة، اختر نافذة جديدة. تلاحظ أن إكسل قد فتح ذات الملف ضمن نافذة جديدة. الآن من أحد النافذتين اذهب إلى تبويب عرض مجددا، مجموعة نافذة، اختر العرض جنبا إلى جنب. تلاحظ أن إكسل قد عرض الملفين جنبا إلى جنب، وأنه عند التمرير أفقيا على أحد الملفين تظهر السطور الموافقة من الملف الآخر. دعونا نكبر أحد النافذتين ونستعرض الخيارات الإضافية. من هنا يمكنك إبطال التمرير معا، ومن هنا يمكنك اختيار أن تعرض النوافذ جنبا إلى جنب أفقيا أو شاقوليا. لابد أنكم لاحظتم أنه في الطريقة الأولى الأمر يقتصر على العرض والتمرير معا. ماذا عن تمييز القيم المختلفة؟ سوف نقوم بتحديد نطاق البيانات الذي نرغب به من تبويب الصفحة الرئيسية، التنسيق الشرطي، قاعدة جديدة، استخدم دالة لعمل التنسيق. سنلصق العبارة التالية، أي إذا كانت الخلية A1 لا تساوي القيمة الموافقة للخلية A1 من الورقة الثانية، سنحدد الإجراء الذي يجب عمله، أن تلون الخلفية باللون الأحمر مثلا، وسنضغط على OK. الآن مجددا من تبويب عرض، نافذة جديدة، ثم من تبويب عرض، العرض جنبا إلى جنب. نلاحظ هنا أنه وفقا للقاعدة التي قمنا بتحديدها، قام الإكسل بتلوين القيم المتباينة بين الصفحتين في الصفحة الأولى. الطريقة الثالثة والتي هي الأكثر أهمية وفعالية وسهولة نستعرضها فيما يلي. ادخل إلى الموقع التالي، إما عبر كتابته في شريط العناوين أو عبر مسح الـ QR كود الظاهر أمامك، ثم انطر على داونلود، ثم قم بتحميل الإصدار الأحدث. افتح الملف الذي قمت بتحميله، يجب أن يتوفر لديك برنامج WinRAR لفك الضغط، ثم انطر على تنصيب البرنامج وأكمل في خطوات التنصيب كتنصيب أي برنامج آخر. أعد فتح برنامج الإكسل، توجه إلى تبويب الإضافات، تجد هذه الأيقونة قد ظهرت لك، انطر عليها. هذا الإصدار مجاني، لذلك توجب علينا أن ننتظر 8 ثوان. اختر الملف المصدر واختر الملف الهدف، يمكن أن يكون ذات الملفين بطبيعة الحال، وهنا يظهر لك ما هي الورقة Source Worksheet، وهي الورقة المصدر والورقة التي تود أن تقارن معها، ثم انقر على هذا السهم، ثم انقر على البدء. لاحظ هنا الخلية A4 من المصدر مع الخلية A4 من الهدف في المصدر B وفي الهدف A، الخلية A8 في المصدر A، والخلية A8 ذاتها في الهدف B، الخلية A17 A وقلبت إلى B، ويمكنك أن تنقر على اسم الخلية ليتم تحديدها تلقائيا في الملفين.